السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أصدقاء في مقطع جديد على قناتكم دارك تون. آسف على هذه السحبة الطويلة، لا أدري ماذا أصابني حقا، أكون في حالة جيدة لكن عندما أريد عمل مقطع أشعر بتعب نفسي وإرهاق ولا أدري ما الذي يصيبني. منذ أن نزلت ذلك البوست أصابتني لعنة ما أوقفت نشاطي، أكيد أنني أصبت بعين ما. هاي يا شباب، من رماني بتلك العين؟ ها؟ لا لا، أكيد ليس واحد منكم، أظنها عجوز ما. إن شاء الله سأحاول بإذن الله الواحد القهار أن أنزل مقطعين في الأسبوع إن شاء الله. المهم يا أصدقاء، في حلقة اليوم سأحاول الإجابة عن أسئلتكم المتنوعة، وأعلم أن أكثرها عن سحبتي إن شاء الله. ما تجيني سبات. قبل ما نبدأ، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كنت جديدا اشترك فعل زر التنبيه ولا تنسى وضع اللايك تشجيعا لنا لمواصلتي. ولنبدأ. السؤال الأول، ما هو اسمك؟ اسمي. هل تعلمون أن 90% من الأشخاص في الحياة الواقعية لا يعرفون اسمي بالكامل؟ الكل ينادونني بعبدو، وعبدو هي اختصار لعدة أسماء مرتبطة باسم الجلالة. المهم، لا تستطيعون معرفة أي واحد منها، فقط عندما نصل للمليون سوف تعرفون اسمي الحقيقي. نادوني بعبدو أو داركو، مختصرة ها، إلى ذلك الحين إن شاء الله. السؤال الثاني، ما هو السبب الذي جعلك تفتح القناة على اليوتيوب؟ بكل صراحة يا أخي العزيز، هناك ثلاثة أشياء. الأول لأني أحب المونتاج وكل شيء متعلق به. الثاني لأنني أحببت أن أجرب شعور المشهورين. والثالث لجني المال بكل صراحة، لأن حاليا مصدر رزقي هو اليوتيوب، ليس لدي عمل آخر، اليوتيوب والدراسة. السؤال الثالث، هل أنت مرتبط؟ لا، أنا منفصل، لدي يدي في جهة وقدمي في جهة ورأسي في جهة أخرى. لحظة، دعني أتأكد. مرتبط. مرتبط لديه صديق واحد، والأعزب لديه كثير من الأصدقاء. لا، لدي أصدقاء كثيرون، يعني أنني أعزب. سؤالي هو، هل كنت ميت؟ نعم، لقد كشف أمري، لقد كنت في العالم الثاني، في عالم الأموات. كان العالم مخيفا كثيرا، رأيت الكثير من الأشياء التي جعلتني في صدمة كبيرة، مما تأخرت عليكم كل هذه المدة. رأيت أشباحا تأكل البشر بواسطة عيونها، وهناك من تأكل عن طريق بطونها، يعني الأكل يذهب مباشرة للبطن دون الهضم، وأصيبت بصعوبة الهضم. لذلك أقدم لكم دانون أكتيفيا، يمكنكم استعماله يوميا إذا كنت تبلع كثيرا. داركتون، ما الذي جعلك تهتم بالكرتون؟ سيقول أحدكم أنك كبير على هذا الشيء وما إلى ذلك، حسنا، لكن إذا أخذنا جولة في اليوتيوب سوف ترى مجالات عدة وفئات متعددة، منها الألعاب، وليس الكل يحب الألعاب، وسنرى مجال الأغاني والموسيقى، ويهتم بها من يحب الموسيقى فقط، والطبخ للبنات والأمهات من أجل تعليمهم. لكن في فئة الأطفال الصغار، من سيفرحهم؟ من سيهتم بهم؟ من سيسعدهم؟ من سيجعلهم يضحكون؟ إنه داركتون. لذلك من أجل إسعادكم يا داركتونيون، دع الناس تضحك علي لأني كبير وأنزل عن الكرتون. نعم، أنا أنزل عن الكرتون، أنا صاغر في عقلي، قل أي شيء لا أهتم برأيك. من أجل الداركتونيون أنا أعمل وسأعمل بكثرة وأنجح بإذن الله الواحد القهار، وأنت ابقى في مكانك وراء شاشتك منعزل تحاول تحطيمنا. يا لك من مسكين. هاي هاتاكي، لا أقصدك أنت، بل الذين لا يحبوننا. الكونيكسيون عندك ثقيلة ولا؟ ماي جاد، يا انترنت عندي زبالة. احنا في الجزائر اسوأ انترنت في العالم، مكة لا عراق لا والو. يقولون ان العراق هي الاسوأ في الانترنت. ناو يا صديقي، نحن الاسوأ. انفصالات الجزائر لا تريد اصلاح نفسها بنفسها، تسرقنا مباشرة، حتى انني لا استطيع عمل بث مباشر لكم بسببها. كل مرة اريد عمل بث مباشر الا ان التدفق ضعيف للغاية، وجاءتني عروض من شركات وبسبب الانترنت رفضتها. والله كارثة ومصيبة يا انفصالات الجزائر. الى اين الله يعطيك غمة عينة بزاف. والسؤال الاخر، هل انت متزوج ام اعزب؟ ايه بالتأكيد اعزب، ومن تريد ان تتطوع فانا هنا، انستغرامي في الميدان. انا يلا موسيقى. ما هي افضل لعبة بلاي ستيشن لديك؟ انا حتى الان ما زال لدي البلاي ستيشن 2، وكنت العب عليه قديما عدة العاب، وافضلها واقواها وهي لعبة جود اوف وور باجزائها ثلاثة، كانت هي الافضل. يلا تلك الايام. أما الآن فالحمد لله اشتريت جهازا قوي بفلوس اليوتيوب، وصرت ألعب ألعاب قوية على الحاسوب. لكن مشكلتي الوحيدة، ونعود إلى انفصالات الجزائر،
لا أستطيع تحميل الألعاب التي أريدها، وخاصة لما أسجل لكم لعبة في القناة الثانية. لا أستطيع رفع لكم المقاطع. مشكلة. هل فكرت تعتزل؟ أبدا. والدهل ماذا تقول يا صاحبي؟ اليوتيوب أصبح جزء من حياتي، إذا لم أعمل ماذا أفعل يا مابوي؟ لا لا، هذه الفكرة السلبية ليست في مخي ولن تكون أبدا، فأنا أستمتع بهذا العمل. ولما بدأت أنزل كنت على يقين أنه سيأتي يوم ويصبح لدي متابعين يحبونني، والحمد لله. اللهم احفظ لي هؤلاء الإخوة، آمين. لو قتلتك من ستقتل؟ سأقتل القاتل الذي قتلني، لكنني لا أستطيع أن أقتله لأنه قتلني. أستطيع أن أقتله إذا قتله أحد آخر فيصبح مقتول وأنا مقتول، ونلتقي نحن القتلى ونتقاتل فيما بيننا، فأقتلك رغم أنك مقتول فنتعادل في القتل. إذا كنت في بيت محترق وتستطيع إنقاذ مليون شخص لا تعرفهم أو كل الداركتونيون، من ستختار؟ بكل صراحة سأنقذ نفسي قبل كل شيء، ثم الهرب تسلك الهروب تام. لماذا نعطيك أسئلة؟ لماذا لا نعطيك أجوبة؟ أنت تريد أن تعكس أم الحوارات. تخيلوا لو كنا نعيش بهذه الطريقة، نعطي الجواب قبل السؤال. مثلا تريد أن تسأل شخص عن حاله، يجيب قبل أن تسأل. الحمد لله. أي كيف حالك؟ 25 سنة. كم عمرك يا عجوز؟ الشوربة. ماذا أكلت البارح؟ كارثة والله العظيم. الأساتذة في الامتحانات يعطوك الجواب وما عليك سوى وضع السؤال. مصيبة لو كان العالم هكذا. أريد بس ترجع، والله اليوتيوب ممل بدونك. أخجلتني يا مان. من أجل هذا التعليق سأحاول قدر المستطيع أن لا أطيل عليكم ثانية. أنتم أحبتي ولا يجب أن أبتعد عنكم. إذا لم يظهر تعليقك في الأسئلة سأظهره في آخر المقطع. لم أمنتج منذ أيام هذا الفيديو، سوف أسخن به أصابعي من أجل بداية أخرى قوية إن شاء الله. خلونا نوصل لل 500,000 داركتوني، لأنه ستكون هناك أغنية جديدة بمناسبة نصف المليون داركتوني. راح تحطم جميع الأغاني الحصرية لأنها داركتونية. وإلى هنا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أتمنى أنها نالت إعجابكم. شاركوها في كل مكان، في البيت، في المدرسة، في الدكان، أي كان. المهم فجر زر التنبيه يا إخواني. كان هذا كل شيء. كان معكم أخوكم دارك وعبد. مع السلامة. الشيطان يهوي بيك، يوشي ما دايم غير الصح من صلي وهز الديك، ودي ربي بيغفر لك ذنوبي توب عليك، الموت تجيك في كل وقت ما تدري تديك، انا المجروح جرحي كبير وما يداوى، انا اللي بغيت الدنيا وداق بيا الحلا واللهوى، انا اللي ضعيف نستعرف ايمان وقوة، ندعي ربي قلوبنا بالنور يكون تتضوى، هاي واش الداني علاش نسير علاش نسير هاي واش التاني لو مرة قصير لو مرة قصير لو مرة قصير هاي واش التاني شوف المصير شوف المصير شوف المصير هاي واش التاني رانا حصلين رانا حصلين رانا حصلين خارق في مومي قل لي انت يا واش ندير قل لي انت يا واش ندير قل لي انت يا واش ندير ضايع نجوني شادين علي نجوم الليل شادين علي نجوم الليل شادين علي نجوم الليل خارق في مومي قل لي انت يا واش ندير قل لي انت يا واش ندير قل لي انت يا واش ندير ضايع نجوني شادين علي نجوم الليل شادين علي